هو عارف قصته حبيب. يعرف واقعه بوضوح وصدق. يعني من واحد لعشرة كم إدراكه للواقع؟ عشان عمره فقط نقدر نقول 7. كيف صار تدرج التبليغ؟ والله أنا قسمتها على 5 أقسام ودائما أتحدث عنها. الخطوة الأولى التمهيد، وهذه من أول يوم أحتضنه أبدأ أنا أتكلم، أمهد لنفسي أولا وله عشان أنا أقدر أتكلم لاحقا. المرحلة اللي بعدها أعوده على القيم والمبادئ، تقبل الاختلاف، لازم يتعود يتقبل الاختلاف. إذا ما تقبل اختلاف الآخرين ما راح يتقبل اختلاف نفسه. أحسنتي، نقطة مهمة. النقطة اللي بعدها القصص، قصص الاحتضان وهكذا. النقطة الرابعة المصارحة. النقطة الخامسة الحوار المستمر، يعني ما أمنع أبدا يسأل أي سؤال، هو عارف إن ما في ولا سؤال ممكن يزعلني أو بيصيحني، ما في ولا سؤال أنا أرفضه أيا كان. مرة وهو يلعب قال لي ماما أنا أحب الأم اللي أنا كنت في بطنها، كأنه يختبر ردة فعلي. أنا ضحكت وقلت له حتى أنا أحبها، استانس، فهنا اطمأن. طبعا احنا الان في ضيافه العم ابو عادل، اليوم دعم الاباء للابناء لان يحتضن. الله يحييكم. وبالنسبه للاحتضان، الاحتضان خير، والله رزقنا حفيد معزه من معزه احفادي الثانيه من اولادي وبناتي. ابو عادل انت الخير والبركه، يعطيك العافيه. انا اشكرك امام المشاهدين على استقبالك لنا. الله يحييك، شرفتونا. مصرين قالوا احنا هذا اليوم هو يوم زياره زيد لبيتي، فالله يعطيكم العافيه. تبون تصورون تعالوا بيتي، احنا جينا طال عمرك بيت كريم واصيل. تسمح لي اجي؟ حياك الله. الله يحييك يا اهلا وسهلا. وش قلت لي اسمك اليوم؟ زيد. زيد، متى اخر مره رحت بيت الاطفال؟ زمان. زمان تحب بيت الاطفال؟ ايه. انا ودي اروح. كيف اروح؟ اروح معك؟ تودوني؟ ما تقدر. افا ليش؟ عشانك كبير. طب اذا انت صرت كبير ما تروح؟ ايه. طب ايش في عندهم بيت الاطفال؟ نونات أطفال. أنت نونة؟ لا. كيف؟ طب أنت مو نونة، ليش تروح عند النونات؟ كنت صغير. كنت صغير بس أصحابك للآن، فعادي تمون عليهم صح؟ إيه. يا حبيبي طيب أنا بسألك، في قصيدة ماما سوتها لك اسمها تقواك أصلك وانت. أصلك، يلا خلنا نسمعها. تقواك أصلك وانت معك للهدى، كان انتسابك طيلة السنوات، من شاء أن يحيا حياة برفعة، يا زيد فليأوي إلى آياتي. الله، شكرا أنك جلستني جنبك. عفو يا حبيبي. تبي تقول شيء للمشاهدين؟ وش ودك تقول لهم؟ الله يعطيكم العافية وحياكم الله. الله يعطيكم العافية وحياكم الله. الله عليك مذيع.